بس ما تكونش يعني عايز حاجه مومي ريفوم كده، بس ما تكونش ارتفاع عالي. مومي ريفوم يا جماعه ده اللي هو زي كده، ده كده المومي ريفوم اللي هو بيبقى موجود في المراتب، سواء في اللي هي الرياليتي او اي موديل فيه مومي ريفوم. ده شكل المومي ريفوم اهو، لو احنا طبعنا عليه كده زي ما انتم شايفين كده، طبعا كده بياخد بقى ما يكون نايم عليه بياخد شكل الجسم، فبيدي راحه طبعا جميله جدا في النوم وكويس قوي. الموديل ده متاح منه برده جميع المقاسات، موديل رياليتي ده متاح منه جميع المقاسات. دي كده يا جماعه برده شكل الخدادية اللي هو حد بيطلب خدادية مومي ريفوم بالجل، ده كده شكل المومي ريفوم اللي هي الخدادية المومي ريفوم، وده الجل عشان كلنا عارفين. لو احنا حطينا علينا يعني الجل ده مش ان هو بيعمل لك بروده المخده على طول، يعني احنا حاطين ايدي دلوقتي خده ساقعه كانك حاطط عليها تلج، ده ميزه الجل في الخداديه، ما تخليهاش تعمل لك حراره تمام وانت نايم. يعني المخده دي برده ده شكل الجل اهو يا جماعه، عشان اللي بيطلب مخده مومي ريفوم بالجل، ده المومي ريفوم شكل المومي ريفوم وده شكل الجل. المومي ريفوم طبعا طبيه وبتاخد شكل الفقرات تمام، والجل زي ما انتم شايفينه كده بيعمل بروده في المخده عشان خاطر ما تحسش بحراره، يعني في الصيف او في الشتاء بتلاقي المخده ساقعه.